النيابة العامة في مصر تحيل منى شلبي إلى المحاكمة الجنائية. أمرت النيابة العامة في مصر يوم الأربعاء بإحالة الممثلة منى شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات على خلفية الممنوعات التي ضبطت في حوزتها عندما كانت عائدة إلى البلاد في أواخر نوفمبر الماضي. وبحسب صفحة النيابة العامة المصرية في الفيسبوك، فأن الدليل في واقعة منى شلبي أقيم بشهادة 5 شهود وما توصلت إليه تحريات الشرطة وما ثبت بالتسجيلات كاميرات المراقبة، فضلا عن نتائج فحص المعمل الكيميائي بشأن المواد التي حجزت لدى الممثلة. وذكر المصدر أن النيابة العامة كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد الاستماع إلى 5 موظفين يعملون في مطار القاهرة الدولي. وأشارت النيابة العامة إلى أن تقرير المعمل الكيميائي أظهر أن المضبوطات تحتوي على عنصرين مخدرين هما الحشيش والقنب. وفي تفاصيل القضية، ضبط مفتش الجمارك بمطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة تحوي مادة الماريجوانا المخدرة بحقائب منى شلبي. تم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا. وبحسب النيابة، كانت شلبي عائدة من الولايات المتحدة وتحديدا في مدينة نيويورك، والمضبوطات عبارة عن أكياس وزجاجات وأقلام وقطع من الحلوى محشوة بالماريجوانا. بعد ضبط هذه الكمية من المخدرات بحوزة منى شلبي، تم إخضاعها لتفتيش ذاتي وكامل من جانب سلطات الجمرك في المبنى رقم 3 بالمطار، ولم يسفر التفتيش سوى عن الكمية السابقة ذكرها.